بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا عدة وصفات طبيعية تساعدنا على نمو الشعر وتطويله والقضاء على تساقطه وبشكل سريع، لأنها تعمل على القضاء على الضعف الداخلي من الجسم الذي يؤثر على بصيلات الشعر ونموها. بهذا الفيديو سوف أقدم مشروبات لتطويل الشعر ومنع تساقطه، وذلك نظرا طبعا للإلحاح بعمل هذا الفيديو من قبل متابعات القناة. أول مشروب هنا سيكون مشروب الخيار والزنجبيل. بهذه الوصفة نأخذ خيارة تكون كبيرة الحجم، نقوم بغسلها جيدا، تغسل جيدا ونقطعها، وبعدها نقوم بوضعها في الخلاط مع كوبين كبيرين من الماء العادي. نخلط كل المكونات في الخلاط الكهربائي جيدا دون الحاجة إلى تصفية الخيار، وبعدها نضيف ملعقة طعام كبيرة من بودرة الزنجبيل. يمكن إضافة زنجبيل طازج، أن نأخذ زنجبيل طازج، نقوم كذلك ببشره ناعم ونقوم بخلطه مع الخيار مباشرة في الخلاط الكهربائي أو نستعمل البودرة. نخلط الخيار، عصير الخيار، مع بودرة الزنجبيل جيدا. يمكن إضافة الخيار، عفوا، لهذا المشروب كذلك نصف تفاحة، كذلك تفاحة خضراء لهذا المشروب، ونقوم بمزجها جيدا في الخلاط الكهربائي، الخيار والزنجبيل مع التفاح. نخلط جيدا. كذلك يمكن إضافة عصير برتقالة أو عصير ليمونة لهذا المشروب لتعزيز النكهة وإضاعة رائحة الخيار لمن تنزعج طبعا من رائحة الخيار. يمكن إضافة أي نوع فاكهة تفضلينها. طريقة أخذ هذا المشروب: ليلا قبل النوم نأخذ كأس من هذا المشروب، يكون متوسط الحجم حسب الرغبة. طبعا هذا المشروب طبيعي غني بالمكونات الطبيعية المفيدة للجسم، وقلت خاصة للشعر لمن ترغب بمشروبات لتطويل الشعر وإيقاف تساقطه. نستمر على هذا المشروب يوميا قبل النوم، وذلك لمدة شهر كامل، ولكن حسب الحالة الصحية. طبعا في البعض طبعا لا يتناولون الزنجبيل. حسب الحالة الصحية نأخذ هذه المشروبات، ويمكن استبدال مشروب الخيار هذا بالمشروب الثاني، قلت حسب الحالة الصحية. بالنسبة للمشروب الثاني هنا نحتاج للبقدونس، أوراق البقدونس أو المعدنوس، يمكن استعماله مجفف. بديل البقدونس هنا يمكن استعمال الكرفس، كذلك هو فعال جدا ويحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على نمو الشعر من الداخل وتعالج الضعف. كذلك هنا في مشروب الخيار هو ممتاز، يمنع تساقط الشعر ويزيد من قوة البصيلات، فهو ممتاز جدا، ولا خوف أبدا من أخذ مشروب الخيار. فقط قلت لمن لديهم مشاكل صحية ولا يشربون طبعا الزنجبيل. نأخذ هنا البقدونس ونضعه في الخلاط، حوالي ربع حزمة من البقدونس، ربع حزمة بقدونس. البقدونس هو المعدنوس قلت، ويمكن استبداله بالكرفس، أوراق الكرفس. ثم نضيف كوب من الماء العادي، الماء العادي، يمكن استعمال ماء الصحة كذلك عادي يمكن استعماله، ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا، ويمكن استعمال خلاط العصير كذلك.
ثم طريقة استخدام وصفة البقدونس هي كالآتي. طبعا هنا البقدونس يفضل أخذ هذا المشروب صباحا، ليس على الريق ولكن صباحا بعد وجبة فطور الصباح يمكن أخذ مشروب البقدونس. هنا مشروب البقدونس نأخذه مع 3 حبات من الزبيب. هنا الوصفة مجربة وفعالة طبعا مع الزبيب، قلت نأخذ 3 حبات من الزبيب، أي نوع زبيب متوفر عندكم أو الكشمش. وطبعا هنا الفوائد كثيرة في البقدونس مع الزبيب، يتحكم في تساقط الشعر، هو غني جدا بالعناصر الغذائية المهمة التي بسبب نقصها يتساقط الشعر، ويعزز نمو الشعر، وكذلك يساعد في علاج قشرة الرأس داخليا، وكذلك يحافظ لك على لون شعرك إذا أخذت هذا المشروب بانتظام، لأنه أو بفضل محتواه العالي من النحاس والفوائد الكثيرة المتواجدة في الزبيب. كما يمكن كذلك خلط ملعقة طعام كبيرة من الزبيب مع الكمية المذكورة سابقا وخلطها جميعها في الخلاط دون تصفيته، ولكن أنا أفضل طريقة شرب العصير، عصير البقدونس، وأخذ 3 حبات من الزبيب، قلت هذه الوصفة تؤخذ في الصباح. ننتقل الآن إلى عمل وصفة بديلة للشاي والقهوة، كذلك هي عبارة عن مشروب يمكن بواسطتها أن نتغلب على تساقط الشعر ونستغني طبعا عن الشاي أو القهوة، قلت بديلة للشاي أو القهوة. لهذا المشروب أو لتحضير هذا المشروب نحتاج هنا للكركم، هنا هذا كركم أعواد ومطحون في البيت، المتبقي طبعا بعد نخل الكركم وغربلته قمت بالاحتفاظ بباقي الكركم بعد قلت نخله، وذلك لاستخدامه في المشروبات الساخنة. ونحتاج كذلك هنا لبذور الكمون، الكمون يمكن استعماله مطحون. هنا لهذه الكمية نحتاج لملعقة، ملعقة الشاي الصغيرة من الكركم، ونضع عليها كذلك ملعقة من الكمون، ثم نضيف الماء الساخن ونترك هذا المشروب لينقع لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتصفيته. يمكن التحلية بعسل النحل أو سكر التمر، أو إذا توفر عندك سكر ستيفيا كذلك، لبعض المتابعات سألت عن هذا النوع من السكر، يمكن التحلية به لا مانع من ذلك. نصفي المشروب ويتم تناول هذا المشروب كبديل رئيسي عن الشاي العادي بعد الانتهاء من تناول وجبة الغداء مثلا. لمرة واحدة نأخذ هذا الكوب في اليوم لمدة شهر كامل، وبعد هذا نلاحظ نتيجة رائعة من أخذ هذا المشروب، قلت يمكننا أخذ نوع واحد فقط من بين هذه المشروبات، هي طبيعية وآمنة وليست لها أي أعراض جانبية. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.